تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. ملك البحرين يرعى نهائي الخليج بين الإمارات والعراق، وأبناء البحرين يفتشون على المركز الثالث على حساب الكويت. المنتخب السعودي يتقدم للمرتبة 18 بعد 100 عالمياً، والأهلي يعالج خط الوسط بصانع ألعاب بنفيكا البرتغالي. إصابة الطيف الشباب في مواجهة هجر الودية، والرائد يطرح تذاكر الفتح ويضاعف الجرعات التدريبية على فترتين. بعد أكثر من عام على ظهوره الأول في كورة، تركي الساهلي يكسب رهانه على ريكارد، والهلال يعود بعد التوقف بسلسلة من التغييرات. هذه عناوين الحلقة، نشوف أخبار شوت. يرعى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مساء الغد الجمعة حفل ختام دورة كأس الخليج 21 لكرة القدم، والمباراة النهائية بين العراق والإمارات التي ستقام على استاد البحرين الوطني بالرفاع. وتمثل الرعاية الملكية لدورة كأس الخليج العربي تأكيدا لحرص الملك حمد بن عيسى على رعاية الحركة الرياضية وتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة لهذه التظاهرة الرياضية الخليجية بالتقاء الأشقاء على أرض مملكة البحرين. كما تمثل هذه الرعاية السامية تشريفا للأسرة الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت التي تشكل فيه الحافز الأكبر للجميع في استمرارية هذا الحدث التاريخي لدى شعوب المنطقة بأبهى صور التنظيم والنجاح. تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المركز 18 بعد 100 ليقفز بذلك 8 مراكز في التصنيف الشهري للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم. وحافظ المنتخب الجزائري على صدارة ترتيب المنتخبات العربية للشهر الثالث على التوالي بعد أن حل في المرتبة 22 عالميا والثانية إفريقيا خلف ساحل العاج، فيما صعد المنتخب الليبي 7 مراكز محتلا المركز 47 في التصنيف والمركز 2 عربيا. وجاء المنتخب التونسي في المرتبة 3 عربيا والثالثة 53 عالميا حيث تراجع 8 مراكز. وحل المنتخب الأسباني في صدارة الترتيب برصيد 1606 نقاط، يليه المنتخب الألماني في المركز الثاني برصيد 1437 نقطة، والأرجنتين في المركز الثالث ب 1290 نقطة، تليها إيطاليا في المركز الرابع، ومن ثم المنتخب الكولومبي في المركز الخامس. تلقت إدارة النادي الأهلي مساء اليوم موافقة نادي بنفيكا البرتغالي على انتقال صانع الألعاب البرازيلي برونو سيزار لصفوف الفريق الأهلاوي لمدة 3.5 سنين. وحسب ما أوضحته صحيفة هاتريك الإلكترونية التي أشارت إلى أن البرازيلي البالغ من العمر 24 عاما سيخضع للفحص الطبي غدا الجمعة في أحد المراكز الطبية في البرتغال بناء على طلب الإدارة الأهلاوية. وبيّنت صحيفة هاتريك أن اللاعب سبق له تمثيل البرازيل في مواجهتين دوليتين سيصل الأسبوع المقبل إلى جدة لإنهاء بقية إجراءات تسجيله رسمياً. تعرض لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم أحمد عطيف لإصابة عصر اليوم خلال مشاركته مع فريقه في اللقاء الودي الذي كسبه أمام هجر بثلاث أهداف مقابل هدف، تناوب على تسجيلها سيبستيان تيغالي وعبد المجيد الرويلي وناصر الشمراني للشباب، في حين منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم اللاعبين إجازة ليوم غد الجمعة على أن تعاود التدريبات يوم السبت. ومن جهة أخرى وافقت إدارة نادي الشباب على إعارة لاعب كرة القدم الأول بالنادي خالد العواجي إلى نادي حطين حتى نهاية الموسم. اكتفى ثلاثي فريق الرائد الأول لكرة القدم ماجد فرساني وعبد العزيز الصبياني ويحيى سلمي بأداء التدريبات اللياقية مع مدرب اللياقة التونسي عماد السلمي في الوقت الذي تغيب فيه زميلهم جمهور الشمراني عن أداء التدريبات نظرا لالتحاقه بالمنتخب السعودي للكرة الشاطئية الذي يستعد للمشاركة في بطولة خارجية بقطر، فيما أجرى فريق الرائد اليوم تدريباته على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف مديره الفني عمار السويح الذي ركز على النواحي التكتيكية المتنوعة إلى جانب تركيزه على الضغط على حامل الكرة والاستحواذ واستثمار الكرات العرضية. ومن جهة ثانية تطرح شركة RBM عصر يوم غد الجمعة تذاكر مباراة الرائد والفتح التي سوف تقام مساء يوم الاثنين القادم في مدينة الملك عبدالله الرياضية عبر موقع إيمول،
على أن يبدأ بيع التذاكر في مكاتب البريد الرئيسية في بريدة والأحساء عصر بعد غد السبت. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اسمحوا لنا في بداية الحلقة نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو الأستاذ تركي السالي الإعلام الرياضي المعروف والكاتب الصحفي. مساء الخير تركي. مساء النور تركي، وأهلا بك وسعيد جدا بالظهور في كورة، وسعيد أيضا بالتواجد مع الأستاذ عبد الكريم. ويزيد عبد الكريم الجاسم مدير مركز الإعلام بلدي. مساء الخير، أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا تركي، مساء الخير عليك وعلى الزميل تركي وعلى السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. قبل ما نبدأ في أي شيء تركي، يعني اسمح لي يعني أقدم يعني اعترافي واعتذاري على النقاش اللي كان في يوم من الأيام بيننا على ريكارد. الشيء اللي أنت كنت تعرفه من سنتين احتجنا احنا سنتين وشوي علشان نعرفه، وأنت تتكلم وقتها عن ريكارد كنت تقول كلام كان بالنسبة لنا احنا كإعلاميين أو حتى كوسط رياضي، تركي سالي ايش قاعد يقول؟ وحتى وأنا حاورك وقتها قاعد أقول في نفسي يعني أنت إيش قاعد تتكلم فيه؟ إيش دخلنا فيه؟ وش في الكلام اللي أنت قاعد تقوله؟ كنت أشعر إنه بعيد عن الواقع الرياضي. عرفنا في 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 اللحظات الأخيرة إنه أنت كنت تتكلم صح، والغريب الشيء اللي أنت قلته قبل سنتين صار بالضبط نفس الفكر نفس الأسلوب. هذا المدرب له من ثوبنا ولا إحنا من ثوبه؟ طبعاً. خلينا نشوف إيش قال تركي السهلي على ريكارد في بداية التعاقد معه. يعني هذه الأيام كان يعني فترة بسيطة تو متعاقدين مع ريكارد، وتركي السهلي كان ضيف في البرنامج ودار النقاش ونقاش حاد. خلينا نشوف. لا يعني أولا خلينا نكون واقعيين وننحي العاطفة جانبا. بكل تأكيد أنا وأنت ومحمد والجماهير الرياضية تتمنى للمنتخب السعودي كل نجاح في مباراة القادمة بلا شك، لكن أنا كإعلامي أو كرجل مراقب زي محمد لابد لنا رأي خاص. ريكارد لديه فلسفة معينة إحنا لحد الآن جاهلين في كيف أن نصل لها أو كيف نفهم ريكارد بشكلها الصحيح. أولا ريكارد عنده مشكلة كبيرة جدا وهي انعزاله عن المجتمع السعودي. ريكارد يقيم في كامباوند في أرامكو وبعيد عن فهم فلسفة الشارع السعودي بشكل دقيق، وهذه مشكلة كبيرة جدا. إيش ربط هذا بهذا؟ يعني أنا أريد مدرب أن يحضر في التمارين في الأندية، يدخل إلى أسواق المملكة إلى الشوارع يعيش. إيش علاقة هذا بالعلاقة بال 11 لاعب؟ يفهم 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 تركيبة الإنسان السعودي، يفهم تركيبة الشخصية السعودية. أنت تبغى يفهم تركيبة الإنسان السعودي ولا تبغى يفهم تركيبة اللاعب السعودي ويعطيني في الملعب؟ لما يفهم تركيبة المجتمع السعودي راح يفهم اللاعب السعودي. هو جاي يدرب المجتمع السعودي، هو جاي يدرب المنتخب. منعزل يا تركي عن يعني في برج عاجي صراحة، رجل في أرامكو عايش مرفه بعيد جدا عن ما يحدث في الأندية، عن عطاءة اللاعبين، يتفرج على أشرطة. أنتم كإعلاميين احتجاجكم على ريكارد لأنه نجم عالمي وجاء تدريب المنتخب السعودي، وصرتوا تحس إنه هذا الرجل يعني لا واضح أساسا من أول ما جاء ريكارد إنه علاقته مع الإعلاميين ما كانت لطيفة من يوم من أول زيارة جاء هنا، وأنتم حاسين وأنتم حاطينه بادي جارد ماشي وما أدري شلون الحين برج عاجي. أنا أبغى أسأل سؤال واحد، إيش علاقة مدرب المنتخب السعودي في الأسواق وفي الشوارع؟ هيشوف. عشان أنا أفهم المشاهد والمستمع. حضرب لك مثال، عندما يختلط المدرب أو المدير الفني لأي نادي أو حتى المنتخب ويندمج مع المجتمع راح يفهم المجتمع بشكل أكبر. نضرب مثل في كوزمين. كوزمين كان ينزل الأسواق وإلى الشوارع وكان قريب جدا من حالة الجماهير الهلالية. وأنا أولا أنا سعيد جدا بوجود ريكارد، لست ضد ذلك، جدا سعيد بوجود مدرب عالمي لديه معطيات معينة، أنا سعيد. لكن من حقي أيضا أن أختلف عن بعض القرارات، عن بعض الاختيارات التي تتم من ريكارد. من حقي. ما حد قال لا، ما حد قال لا تركي، أنت أبسط حقوقك في البرنامج تقول عن مدرب هذا أنه أحسن مدرب، وأبسط حقوقك في البرنامج أنك تقول هذا المدرب أسوأ مدرب. هذه آراء إحنا ما نناقشها، بس أنا لما يعني تربط عندي الأمور أنه والله المدرب مو جالس يروح في الشوارع وفي الأسواق، أنا أحتاج أفهم. لأنه بصراحة أنا أشوف المدرب شغلتها في الملعب في الأندية، يحضر مباريات أفهم الموضوع، يحضر تمارين أفهم الموضوع، بس يدور في الأسواق شبي فيه بعدين. وإذا ما دار يعتبر بالنسبة لي أنه في خلل. أنا هذا أبيك تشرح لي. أنا أشرح لك. الرجل عايش في كامباوند في فيلا في أرامكو. رجعنا لها الكامباوند. معلش خلينا نكون واضحين تركي واضح عشان يعني نفصل المسألة ونفهمها بشكل دقيق. الرجل عندما يعيش في هذا المحيط المنعزل قراراته راح تكون قرارات
يعني ما هي فيها فهم دقيق للمعطيات اللي على الواقع. في أندية لديها منشآت، لديها أجهزة طبية، لديها لاعبين هم هو يختار، موجودة فيها الأندية تدرب يوميا، وفي لاعبين موجودين في العيادات الطبية ولديهم مشاكل كبيرة جدا. ريكارد يبدو لي عنده فريق، هو جالس في هالفيلا اللي على شاطئ البحر، وتجيه الرسائل والتقارير، والله ترى اللاعب الفلاني كويس، والله ترى احنا نشوف ان حسن شعار رائع جدا وحارس مبدع، والله احنا نشوف ان يوسف السالم ممكن يغطي على نواف العابد، وهو يبدو لي جوهد اوكي نو بروبلم. هذا وجهة نظر مفهومة. انا ارجعك لموضوع الشوارع والاسواق يا تركي، عشان يفهمنا تركي. انت الان سعودي، لو عشت في برج عاجي في فلتك وجيت دايركت على هذا البرنامج وما قريت معنا ولا اكلت معنا ولا شربت معنا، ما راح نفهم ولا تفهمنا. نعترف انه معك حق، بس عاد يعني لا تشوف نفسك علينا ورانا ساعة ونص. بصراحة كنت تتكلم اليوم ريكارد أقيل، أنت فرحان بصراحة أنه رأيك طلع هو الصح، ولا كنت تتمنى في يوم مثل هذا تطلع أنت الغلطان ويطلع ريكارد الصح وتمشي أمورك؟ لا والله يا ليتني كنت غلطان للأمانة. يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال الواحد أنه يفضل أو أنه يعلي رأيه الخاص على مصلحة وطن أو على يعني منتخب السعودية. يعني عشنا وترعرعنا في حب هذا المنتخب. ما طرحته في السابق يعني كانت رؤية، مجرد رؤية مبنية على معطيات معينة. كنت أتمنى أن تلتقط في البداية وتم التغيير. كان يعني، وأنا لا أتكلم عن نفسي إنما أتكلم عن جميع الصحفيين السعوديين، كثير من الطروحات الصحفية والإعلامية سواء في الصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية كانت تصب في صلب الموضوع، لكن لم يكن أحد يستمع ولم يكن أحد عنده استعداد أنه يلتفت حتى ويقرأ. كان هناك علاقة مأزومة للأسف بين إدارة المنتخب وبين الإعلام الرياضي السعودي. هذه العلاقة المأزومة كبرت حتى انفجرت أخيرا. ليس كل ما يطرح غث، لا أفضل رأي، لكن أقول كثير من الطروحات الموجودة في الصحافة السعودية عن طريق البرامج الرياضية التلفزيونية عن طريق الصحافة الورقية كانت تصب في صلب الموضوع. كان الكثير من الأحاديث تحذر، كانت كثير من الأصوات تنادي، لكن للأسف لم يكن أحد يستمع. ضربت مثال بكوزمن، أنت تجد أن العلاقة الخاصة بين كوزمن وجماهير الهلال مش سببها بس المنجز اللي حققه، يعني تجد أنه أيضا كان سببها أنه الرجل قريب من حالة المشجع الهلالي؟ إيه طبعا، هي المنجز كان نتاج لأن الرجل مندمج وقريب من اللاعبين، قريب من المجتمع كثيرا. انا شخصيا شاهدته مره في رمضان في، وهو رجل اظن انه غير مسلم، كان يفطر في مع المسلمين في 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 فندق المملكه، وكان مندمج مع الناس وكان قريب من عادات المجتمع وثقافته، وبالتالي ما تحقق من انجازات كان يعني نتاج لهذا الشيء. على المدرب ان يكون قريب جدا من الشخصيه السعوديه، الشخصيه اللاعب السعودي عنده تركيبه خاصه سواء في انضباطيته في سلوكه في أشياء كثيرة جدا. مشكلة ريكارد أنه كان جاي شهير، مدرب شهير، خاض تجارب عالمية كبيرة، فرق كبير بينه وبينه بلا شك، بينه وبين اللاعب السعودي. أظن أنه لم يكن لديه استعداد أن يقترب من هذا اللاعب أو أن يفهمه. وبالتالي علينا أن نفسر الآن لماذا اختار 115 لاعب، لماذا؟ طيب. لأن الرجل ما كان على فهم دقيق لهذا اللاعب وسلوكياته وشخصيته. أبو يزيد غادر ريكارد ولم يحقق أي شيء، بالعكس يعني كانت الخسائر أكثر من حتى ولا منجز واحد ما حققنا معه. إيش تبغى تقول اليوم عن ريكارد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني فشل ريكارد أنا أعتقد أنه كان متوقع من البداية، ومن أول ما تم التعاقد معه يعني تحدثنا وقلنا أنه هذا المدرب لا يتناسب فنيا مع كرة القدم السعودية، مدرب لم يحقق أي نجاح يعني بعد ما ترك برشلونة، وأقيل من برشلونة بعد ما أخفق إخفاق كبير بعد أن غادر مساعد الرئيسي اللي كان هو اللي تولى الأمور الرئيسية. يمكن ما زي ما تفضل تركي أنه المدرب يعني يعتمد على فريق عمل لا يباشر الأمور بنفسه، مجموعة مدربين هم من يحضرون هم من يقررون هم من يسوون كل شيء، هو مجرد واجهة لاستغلال اسمه والصيت اللي حصل عليه كلاعب، وهذا الصيت لم ينفع مع منتخب هولندا سابقا ولم ينفع بعد ما غادر برشلونة ولم يبقي في برشلونة في فترة يعني كان الفريق فيها في أفضل حالاته. الفشل لاحق في روسيا وفي في تركيا وفي أكثر من مكان. إذن هو ليس مدرب مناسب ولا يحقق، لا يملك أي إنجازات باستثناء الإنجازات التي منحها له برشلونة.
غير ذلك لا يملكها. إذن هو مدرب غير مناسب للكرة السعودية ولا يمكن أن يحقق أي نجاح، وكان هذا الكلام معروف من الأول. لكن يمكن التوجه كان إحضار مدرب عالمي كبير واسم ممكن يسكت الجماهير، وللأسف أنه التوجه نحو إرضاء الجماهير أو البحث عن ما يطرح على 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 مستوى الإعلام والتوجه معنا، أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة. يجب أن يكون الشخص المعني والشخص صاحب القرار هو من لديه فكرة ولديه رؤيته ولديه خبرته ولديه تجربته. كثير من الأشياء التي تطرح على الإعلام بعيدة عن الواقع وبعيدة عن المنطق، والشخص اللي على رأس العمل هو من يعرف الأمور، هو من يتخذ القرار الصحيح وهو من سيحاسب. فلو اتبعنا هذا الأسلوب لابتعدنا عن أنه إحنا قاعدين مثل المركب اللي تجري في الرياح، مرة يمين مرة يسار مرة وراء مرة قدام بدون ما يكون فيه توجه رأي. مثل هذا الوضع هو ما أوصلنا للفترة الحالية، لكن يعني هو غادر ومغادرته كانت متوقعة. أتمنى إن شاء الله أنه يكون البديل في وضع أفضل، وأن لا يعني تلقى اللائمة فقط على مدرب، لأنه في أشياء كثيرة جدا جدا لها تأثير مباشر على المنتخب. وعلى يمكن عندنا المنتخب الإماراتي الشقيق يعني الكابتن مهدي علي صحيفة واحدة في قطر تحدثت قالت أنه كهربائي، مجرد كهربائي نسبة إلى أنه هو مهندس كهرباء متخصص في الكهرباء والإلكترونيات، وكان الاتصال من أعلى مستوى في دولة الإمارات على دولة قطر والاعتذار، وأجبرت الصحيفة أن تعتذر. هذه الحماية للناس العاملين والناس اللي يخدمون بلدهم ويقدمون جهدهم ويقدمون كل شيء، هذه غير موجودة عندنا. نشاهد كثير من الاتهامات، كثير من الإساءات، كثير من الضرب في الأشخاص، الدخول في الذمم، تهم رشاوي، تهم للاتحاد القدم يوم وليل نهار بمحاباة هذا النادي ومحاباة ذاك، والحكام مع كذا والحكام كذا، شغلات ولا كأنه فيه جهة مسؤولة وجهة معنية ولا تتابع ولا برا المملكة. حتى مجرد واحد يكتب في التويتر لاعب أو مسؤول أو أحد من سبيل الأندية يتم محاسبته ومعاقبته. إذا نحن لا يوجد لدينا إدارة، وبالتالي طالما لا يوجد لديك إدارة كرة قدم لا يمكن أن تسير كرة القدم. فبالتالي الأساس هو الإدارة، إذا وجدت الإدارة هي من يشرع ويدير كل هذه الأمور. المنتخب السعودي يتقدم مركز 118 في ترتيب الفيفا تركيا. مبروك. الله يبارك فيك. يعني علينا أن لا نلتفت في الوقت الحالي لتصنيف المنتخب السعودي نهائيا. علينا أن نعيد ترتيب الأمور من جديد وأن, 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 وأن نصحو على واقعنا المرير الذي يعني أصبحنا فيه. ترتيبنا في الفيفا لن يقدم ولا نأخر في الوقت الحالي. أمام الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة أحمد عيد عمل مرهق ومضني. يجب على أحمد عيد وفريقه أن يعلم أنه في مرحلة حساسة وخطيرة جدا، وهي منعطف تاريخي لكرة القدم السعودية. عليه أن يعمل ويعمل ويعمل، ومن ثم أنا متأكد أنه بيكون هناك عمل جبار وعمل ممنهج، ستأتي نتائج جيدة من خلال تصنيف المنتخب السعودي أو حتى من خلال الرضا الشعبي على المنتخب، وأنا أعتقد أنه أهم من تصنيف الفيفا. طيب، خبر ثاني معانا اليوم عن كرة اليد، خلينا نفرح شوي. يعني فاز على المنتخب الكوري بطل آسيا 9 مرات المنتخب السعودي. هذا الفوز يعتبر الأول في الأدوار التمهيدية في مشاركات المنتخب السعودي في كأس العالم، والبالغة 6 مرات. 6 مرات وصل كأس العالم، هذا أول فوز. هذا الفوز سيجعلنا نلعب على المراكز من 17 إلى 20، وهو حتى الآن أفضل مركز نصل له في كرة اليد السعودية. كويس عندنا الاتحاد يصفقون، يعني فرحانين بالخبر. كويس عندنا الاتحاد يحقق منجز على الأرض. والله بالتأكيد يعني نتيجة جدا مهمة، لأن أنا تابعت بطولة كرة اليد كأس آسيا لكرة اليد اللي قيمت في جدة واستضافة الاتحاد السعودي لكرة اليد، وأعتقد أن احنا خسرنا أمام المنتخب الكوري على أرضنا وبين جماهيرنا، وكانت مباراة الحقيقة عصيبة وعنيفة جدا، وخسرنا أعتقد بفارق هدف في جدة. فمعناته أن الفريق الكوري فريق قوي جدا، أن تكسبه في كأس العالم بالتأكيد أن نتيجة مشجعة ونتيجة إيجابية. نتمنى إن شاء الله أن تكون حافز لمزيد من العمل المنظم والمرتب إن شاء الله. معنا أحد المنتمين الرسميين لكرة اليد الأستاذ تركي الخلاوي. مساء الخير أبو سليمان. هلا وغلا. ألف مبروك الفوز. يبارك فيك ويحييك، وإن شاء الله عاد نسمع أخبار أحسن في الأيام الجاية. الله كريم إن شاء الله. تحية لك وتحية للزميلين عبد الكريم والتركي. يعني نحيي اتحاد اليد يعني على التحرك الملموس بصراحة، نشوف منجز ونشوف تحرك، واصلين كأس العالم قاعدين تفوزون. المباراة الجاية متى أبو سليمان؟ اليوم طال عمر المباراة الجاية مع بيلاروسيا يوم السبت إن شاء الله الساعة 6:15 بتوقيت المملكة. أها.
وفوز اليوم طبعا يعني احنا بالنسبه لنا طبعا نعرف البطوله كاس العالم يعني نعرف مهما وصلنا نعرف مستوانا الى حد وين يصل، لكن احنا في البطولات الخمس الماضيه لم نتعدى الترتيب 21. فوز اليوم كويس من عده جهات. الجهه الاولى اول شيء انه يأهلنا للمراكز من 17 الى 20، مو من 21 الى 24. الثاني فوزنا على كوريا اللي هو بطل اسيا 9 مرات وحقق البطوله يوم كنا في جده، معناته هذا يخليه يعني انه وصلنا الى كاس العالم بجداره لان فزنا على بطل اسيا. هذه كلها الاشياء ايجابيه بالنسبه لنا ودعمتنا نفسيا الحقيقه. هذا احسن مركز وصلنا له بدون فوز، الفوز على بيلاروسيا نعتبر هذا احسن مركز وصلنا له في مشاركاتنا الخمسه. كيف منتخب بيلاروسيا في عالم كره اليد مسلمه؟ والله هو 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 من اضعف الدول الاوروبيه طبعا، لكن ضعيف في الدول الاوروبيه قياسا بمستويات الاسيويه والافريقيه يعتبر طبعا جيد. لو قارنا عشان نكون منطقيين، لو قارنا نتائجه مع الفرق المعنده معنا بالمجموعه ونتائجنا احنا مع المجموعه هو نتائجه احسن، لانه هو عنده ناقص 3 وحنا ناقص تقريبا يعني 40. الفوز حق الفرق الاخرى علينا فوز كبير اللي صربيا وسلوفينيا وبولندا، لكن ان شاء الله تعالى نامل انه ان شاء الله يحققون نتيجه ايجابيه. لكن المهم في الموضوع بوجود انه احنا في كاس العالم في صعود تصفيات كاس العالم في جدة قبلها كان عندنا مشاركة في أولمبياد البحرين وأولمبياد كوريا والأولمبياد العربي في قطر، وكلها كنا واضعين في حسباننا نقول لهم قبل نبدأ أنه كل هذه الثلاث هي مجرد استعداد لبطولة جدة للصعود لكاس العالم، وفعلا تحقق ما نريده. أيضا نحن هنا لعبنا مباريات الأولى الثلاث، احنا عارفين طبعا وضعنا ككرة يد وكنا لاعبين الثلاث مباريات الاولى ومخططين لها قبل، يعني قبل نجي لنصر اسبانيا انه الثلاث لازم تكون استعداد لمباراه كوريا وبيلاروسيا. طيب هذا الفوز على اذا صار باذن الله على بيلاروسيا، اذا فزنا وكتب الله يعني يدخلنا ال 16 دوري ال 16. اها طيب، وهذا مهم جدا طبعا، اذا دخلنا دور ال 16 معناته احنا يعني حققنا انجاز عطفا على مستوانا ومستوى كرة اليد في السعودية. كرة اليد في آسيا أبو سليمان، كرة اليد السعودية على مستوى آسيا كيف تصنفها؟ فيها ألف باء جيم إذا اعتبرنا أنه ألف هي الأفضل يعني. المنتخب كوريا دائما هو في المستوى الأول بلا منازع طبعا، يأتي بعده المستوى الثاني والثالث، نحن في المستوى الثاني نحن وقطر والكويت سابقا طبعا، لكن الآن قطر والسعودية تأتي في المستوى الثاني. والدليل طبعا يعني تأهلنا الكاس العالم 6 مرات كان إنجاز غير مسبوق في الاتحادات السعودية كلها يعني. سؤال بالله يا أبو سليمان كذا برا الموضوع شوي، كم ميزانية اتحاد اليد؟ والله يا سيدي الميزانية طبعا اتحاد اليد وزي الاتحادات الجماعية الأخرى السلة والطائرة هي ميزانية ضعيفة إذا أخذناها الموضوع الإداري البحث يعني، لكن في أحيان المعسكرات والمشاركات هذه يأتينا دعم من الرئاسة، والأمير نواف الحقيقة في البطولة وقف معنا بشيئين، أول شيء دعمنا في الميزانية طبعا كويسة، والثانية تبرعهم اليوم للاعبين ب10,000 لكل لاعب وب20,000 في حالة الفوز على بيلاروسيا والتأهل. ممتاز ممتاز. طب بس السؤال، بس الميزانية الأصلية المرصودة يعني؟ المرصودة أصلا ميزانية 1,800,000، هذه ميزانية الإدارية اللي تشمل المدربين والرواتب ورواتب العاملين وكذا. طيب المنتخب الكوري عندك خبر كم الميزانية حق اتحاد اليد الكوري؟ المنتخب الكوري تقريبا 13 مليون ريال إذا قسناه بحسابنا. المنتخب القطري 10 مليون ريال وإحنا 1,800,000. 1,800,000 نعم. بارك الله فيكم يا أبو سليمان، خليك ربي يعني كويس عندنا اتحاد يعطينا شوية يعني ابتسامة للمشجع السعودي وللرياضة السعودية. ألف مبروك لكرة اليد السعودية، نفرح معاكم إن شاء الله يوم السبت 6:15 ولا لا توقيت السعودية وإن شاء الله تعالى 6:15 بإذن الله. شكرا لك أبو سليمان نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد. فاصل قصير بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. الإمارات يطمح لتتويج عطاءاته بالذهب الخليجي أمام العراق.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. التركي السهلي وعبد الكريم الجسر هم ضيفا حلقه الليله. صحافه الضيوف ابو عبد الله تركي. ابو عبد الله يخلي لك يا رب ما اعطاك. ايش اللي اخترت موضوع ايش الجزيره؟ انا اخترت في الرياضيه. الرياضيه طيب ايش فيها الرياضيه؟ علي الشريف واعتقد اكثر من اثنين او ربما اكثر من اثنين. اي ايش اللي اثارك في الموضوع؟ يعني وتحدث عن الموجودين في الفضاء كلهم، يعني ما عاد في احد متمكن من ادوات النقد الرياضي. وتحدث انه لم تنجب بطوله الخليج او فضائيات الخليج واحد بحجم شتالي. وانه الجميع لم يعد يعني بحجم البطوله. انا وجهه نظري الخاصه، طبعا الاستاذ علي كاتب متمكن وهو من يعني الكتاب المتميزين في فن المقاله، لكن هو تحدث عن مساله النقد الرياضي. انا وجهه نظري الخاصه انه يعني ما في شيء اسمه نقد رياضي. الناقد الرياضي، هناك محلل فني، هناك معلق كروي، هناك معلق اخبار، هناك محلل، لكن النقد كنقد كمسمى ناقد يعني هو يقول هنا في مقالته انه يجب ان يكون الناقد يتحلى باطنان من العلم والمعرفه و اظن انه ما في شيء اسمه ناقد رياضي، كما انه ما في شيء اسمه ناقد سياسي. هناك في معلق سياسي على الاخبار السياسيه. اذا اعتبرنا انه في نقد رياضي، فالرياضه هي يعني تشمل كل الالعاب والممارسات الرياضيه. يعني بكره يصير تركي السهلي ناقد في سباق الفراشه مثلا في السباحه، او يصير عبد الكريم الجاسر ناقد في الجمباز، او صالح الطريقي ناقد في دلالات احتراف الكره في زمن البنيويه، بحيث انه صالح الطريقي فيلسوف يعني. فنقد رياضي يعني مصطلح ناقد انا وجهه نظري غير موجوده. هناك محللين فنيين نعم، هناك معلقين على الاخبار نعم، هناك صحفيين، هناك كتاب راي. ناقد رياضي بيسماه الناقد يعني كلمه فضفاضه ووسيعه واسعه جدا، واظن ليس لها وجود يعني. لما قلت عن صالح الطريقي فيلسوف تهكما ولا لا؟ طبعا لا لا، لان انا احترم صالح الطريقي. لا لا، بس صالح عرف يعني بانه رجل يعني يتفلسف فيلسوف يعني. لا ليس تهكما، يعني انا قلت اني متخصص في سباق الفراشه، ما تهكم من نفسي يعني ولا تهكم، لكن لتقريب وجهه النظر يعني. على نفسك قول اللي تبي يعني، بس ابو ابراهيم انا من محبين هالفلسفه. وانا احب كثير واوجه له تحيه بالبرنامج. ابو يزيد، ايش الموضوع اللي اخترته الصحفي؟ والله الموضوع يمكن اللي حدث اليوم في اجتماع اتحاد كرة القدم، يمكن عندك صفحة 40 في جريدة الجزيرة، طبعا هو كتب في أكثر من صحيفة، لكن الموضوع اللي صار أنه أثناء الاجتماع كانت تسرب النقاشات اللي تحصل والقرارات اللي تتخذ أثناء الاجتماع تسرب في لحظتها إلى وسائل الإعلام عبر التويتر. وهذا أنا أعتقد أنها سابقة، يمكن من أكبر خلينا نسميها الفضائح اللي ممكن تتم في أي اجتماع، لأنه لا يمكن أن يكون أعضاء اتحاد كرة القدم بهذا الحجم وهذه المسؤولية ويناقشوا مستقبل كرة القدم السعودية، وأخينا في الله يعني متفرغ إقالة ريكارد، مناقشة تعيين مدير للمنتخب، اختيار سلمان القريني المدرب مدري مين، يعني شيء غير معقول أن يكون بهذا الشكل. ولذلك هذه الحقيقة تعكس نوعية العقلية اللي تدير كرة القدم. طبعا لا يمكن تعمم على الجميع، لكن مثل هذه العقلية أنا أعتقد أنها ستكون الحقيقة معضلة أمام الأستاذ أحمد عيد. إيش المفروض يصير؟ يعني أنت لو رئيس اتحاد وفعلا وقفت على أنه في تسريبات لاجتماع مهم حساس منعطف خطير للرياضة السعودية، وفي تسريبات تطلع في تويتر، ايش اللي تسوي؟ يعني مثلا تطلب اجتماع عاجل مثلا وتطالب انه يكون في تحقيق على الاعضاء؟ احنا مشكلتنا نشتغل شفوي، كل شيء شفوي. يعني انا ما اطالب احمد عيد كشخص، احمد عيد يجب ان لا حتى يجب ان يكون هناك نظام في كل شيء. الان حتى لو قمت بالتزوير في هناك نظام للمزور، بن يسرب هناك نظام لعقوبته ومكافحته. يعني احنا مشكلتنا ما نعترف بالانظمه، ولا كل شيء شفوي. ولذلك مهم جدا انه اول شيء يتم تعديل اتحاد كره القدم من الداخل، هيكله كامله، وصف للوظائف والهيكل التنظيمي، اجراءات العمل، مهام كل شخص، مسؤولياته، الحقوق، الواجبات، كل هذه الاشياء يجب ان تكون مكتوبه على ورق ونوقع عليها الشخص قبل ما يعني. مثل هذه الاشياء يعني في الدول المتقدمه لا يستطيع الانسان ان يتصرف اي تصرف، لانه هناك عليه رقيب، وهناك لوائح، وهناك انظمه. حتى البائع في محل لا يستطيع ربما ان يمكن يتحدث مع المشتري في امور خارج العمل، لان هذه سياسه المحل ترفض هذا الشيء، وهو محل يعني يبيع ممكن يكون سندوتشات.
فإحنا يجب أن نتجه إلى هذا الاتجاه، يجب أن نذهب إلى اللوائح والأنظمة. تبغى يصير مثل ما صار مثلا في اجتماع الفيفا لتحديد أو الاجتماعات الحساسة الفيفا، منها كان مثلا مستضيفي كأس العالم أنه ممنوع الدخول بالجوالات، اجتماع مهم توضع الهواتف خارج القاعة. شوف مثل هالنوع من الإجراء، هي في ظل غياب اللوائح، يعني أنا أعتقد أنه سهل جدا معرفة هذا الشخص لأن المجتمعين حاضرين وباين من اللي مشغول بجواله ومن اللي يرسل ومن اللي يوضح، وبالتالي يجب أن يحال. يمكن طيب هو مو قاعد يرسل، يمكن داخله فاتح الجوال وتاركه على الطاولة يعني. أو كذلك يعني هذه إشكالية أكبر، فيجب أن يكون في إحالة للتحقيق وتحقيق في هذا الأمر ومعاقبة الشخص وإعلان اسمه، لأن هذا يجب أن يبتر بتر تام، لأن هذا اختبار للاتحاد الجديد وفي أول جلسة. كارثة اللي صار يعتبر ولا أمر مزعج؟ لا شوف أنت تزعل، أنا مو القضية هي مجرد تسريب الخبر، أنت تزعل أن يكون هذه العقلية هي ما تدير كرة القدم السعودية. صحيح. الناس اللي وضعوا الناخبين وأصواتهم حملوا هذا الشخص وضعوها في رقبته، هذا ما هو فاضي، لما يشتغل صحفي يا أخي، الصحافة ترى ما تأكل عيش. يعني أنا أشوف في ناس كثيرين ودهم يصيرون مصدر أخبار، وده يصير عنده خبر عنده شيء، حتى ناس يتصلون علي يبغى تميز. يا أخي يعني أنا استغرب هالحب للصحافة في هالجزئية هذه، بس إنه حتى ممكن يجيك واحد شخصية أكبر من يعني شخصية كبيرة، ولكنه يفرح إنه يقول شيء جديد، إنه خبر مصدر. ساكت. هذه إشكالية كبيرة وعقلية الحقيقة. اجتماع مهم لاتحاد منتخب يناقش أمر أزعج كل السعوديين، يعني في غضب وزعل شعبي على اللي صار على المنتخب، وفي 17 عضو راح يجتمعون يأخذون قرارات تريح 20 مليون سعودي أو تهدي 20 مليون سعودي. 17 واحد، طبعا احنا ما نقول ليش الإعلام طلعها، الإعلام برافو عليه مليون مرة. صحيح. اللي قدر يأخذ الخبر من جوه. صحيح. بس نقول احنا عندنا 17 واحد منهم واحد أو اثنين ما عندهم حس المسؤولية، يعني اجتماع مهم، يعني مفروض الناس حاطة عقلها وقطرها في الأرض ومشمرة كمومها وقاعدة تتناقش نقاش مهم، ناس زعلانة برا، الشعب زعلان على كرة القدم، كيف تقرأ هالموضوع كصحفي؟ كصحفي أقول برافو على الصحفيين طبعا. لا 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 أتكلم على تعليقك على الاتحاد. على الاتحاد، هو الاجتماع استمر طبعا أعتقد زهال 5 ساعات. صحيح. واجتماع كان اجتماع مصيري ومهم ومفصلي. ما حدث أولا مثل هذه التسريبات تؤدي إلى شيئين في غاية الخطورة، أولا كسر الهيبة والاحترام للمؤسسة، اثنين تكثر من عملية اللغط في الشارع الرياضي، وهذا حدث مع المدرب لما قالوا لوبيز ولا خورخي، وطلع المتحدث الرسمي بالاتحاد ونفى، حدث مع قضية أحمد عسيري لما قال أنه إصابة، لا والله لا هرب من الفندق لا. فهذه التسريبات مؤكد انها اكثر من جهه، لو كانت من جهه واحده ما صار في لغط، فبالتالي اكثر من شخص، هذا سرب لوبيز وهذا سرب خورخي وهذا قال احمد عسيري وهذا فصار هذا اللغط. بالتاكيد على احمد عيد في هذه الجزئيه بالذات ان يكون اكثر صرامه، لان المساله اصبحت لا تحتمل اكثر من ذلك. في 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 اشكاليه كبيره في كسر هيبه الاتحاد كمؤسسه رياضيه. ايش المفروض يصير؟ ممكن يصير يفتح تحقيق على طول، فورا يفتح تحقيق اجتماع طارئ، ايه على طول يفتح تحقيق سري، يعني اجتماع سري داخلي مع الجماعه اللي اجتمع معهم ويفتح تحقيق. طبعا من حق الصحافه ان تتقصى، لكن انا يعني هو كاتحاد كان خارج الاجتماع، كانوا الصحفيين موجودين، فكانت الناس تنتظر المتحدث الرسمي. كل واحد يشوف شغله، ما عندي مشكله، الصحفي يشوف شغله ويبحث عن الخبر، واتحاد القدم يشوف شغله ويقفل على الخبر، واحد يشوف شغله. انا اقصد انه الصحفيين على الاجتماع مش الخبر، الصحفيين ما كانوا مغيبين، كانوا موجودين في مكان مخصص لهم، كان موجود في الاتحاد من ضمن المجتمعين المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي لكره القدم، قناه التواصل كانت موجوده، وكل ما كان دار في الاجتماع بشكل مقنن كان سيعلن للشارع الرياضي العام بشكل واضح عن طريق المتحدث. انما هذه التسريبات كما قلنا تخلق تكسر هيبه المؤسسه الرياضيه مؤسسه الاتحاد السعودي لكره القدم، ويقول لك انه مخترق، وبكره كل صحفي سيحاول ان يخترق هذا الاتحاد بشكل او باخر، ايش معنى الصحفي الفلاني اخترق انا بخترق، تعال يعني ما ادري ايش نوع العلاقه اللي ممكن يربطها مع اي عضو، وبالتالي تحدث التسريبات. العضو اللي في الاتحاد السعودي لكره القدم الجديد عليه ان يعلم ان المساله اصبحت بارود نار، كره القدم السعوديه لم تعد تلك المساله البسيطه اللي فيها الوجاهه، اللي فيها الوجاهه اصبحت نار بارود شاب ممكن يحرق اي واحد، والرجل اللي عنده جاي بيشخص وبيسرب وبيهايط علينا في القنوات انتهى زمانه، ما عاد له وجود عندنا،
نحن شعب يغلي، جماهير رياضية ما عاد تقبل أي فلسفة في هذا الموضوع نهائيا، ملينا يا أخي، أشياء كثيرة ما لها معنى ولا لها ولا أنزل الله بها من سلطان. فبالتالي على 17 وغيره أحمد عيد بكرة يفتح تحقيق. يا جماعة الخير، نحن أمام مسؤولية عظيمة، أمام حدث أنا وجهة نظري أنه تاريخي، الذي يقلل منه هذا شأنه. أنا أقول أنه تاريخي، لأن أنت حققت كثير من الإنجازات، سمعتك الرياضية الكروية تمرمغت وصارت في التراب، عليك أن تعيد هذه السمعة إلى واقعها الحقيقي، عليك أن تعي تماما أن الشعب السعودي في جله شغوف بكرة القدم ويتابعها بشكل غير عادي. هذه المسألة لم تعد، طيب. المسألة أصبحت زي ما قلت أنا نار، على الجميع أن يتقي هذه النار وأن يتعامل بحذر شديد مع المعطيات القادمة. يمكن في نقطة مهمة تركي، يعني أنا أتمنى أن يكون اتحاد كرة القدم في حالة انعقاد دائم، لأنه الأستاذ أحمد عيد قدم خطة عمل، قدم برنامج عمل للكرة السعودية، إذن يجب أن يبدأ من الآن، يجب أن توزع الأدوار، ويجب أن تبدأ يعني الخطوة الأولى لتطبيق هذه الخطة، وإلا معناته أنه أصبحت مجرد كتيب يوزع على الناس وينسى إلى مدة 4 سنوات، معناته ما في تغيير في كرة القدم السعودية. طبعا احنا نعرف أنه احنا في مرحلة صعبة، وأنه مسك الاتحاد في منتصف الموسم، وأن هناك عقبات وكذا، لكن يجب أن توضع خطة زمنية. أنت وضعت برنامج، وضعت يعني أفكارك على الورق وقدمتها للناس، متى حتنفذ؟ إيش هو البرنامج الزمني حقك؟ وإيش حتشتغل؟ إيش حتسوي؟ إيش الخطوات اللي بديتها؟ طيب هذه أشياء مهمة جدا يعني. خلينا نروح موضوع ثاني بعيد عن الكرة السعودية، أقصد المنتخب السعودي والاتحاد. الهلال، إيش أخبار الهلال أبو يزيد؟ بما أنك أنت اليوم ضمن مركز الهلال، طيب. عطنا شوية أخبار على الهلال. طيب سلمنا عليك. الله يسلمك، سلمنا شوية أخبار من إذا كان عندكم اجتماعات. إيش اللي صار الجديد في الهلال؟ راح من قال الجمهور يسأل من اللي جاي وين التحركات في أي اتجاه، إذا عندك شيء تبي تقوله، وإذا تصرفنا خلنا نروح للموضوع اللي والله دعوه تسريب، خلنا نسرب خلاص. انا هذا اللي اقول، كل واحد يسرب. لا الحقيقه يعني ما انا الشيء اللي في الهلال، يعني يمكن اعلن سمو رئيس النادي عبد الرحمن مساعد انه اي شيء يحتاجه الفريق سيتم تحقيقه بالتنسيق مع مدرب الفريق. اللي صار الان انه مشى مانجا وجاء الكولومبي جوستافو بوليفار، التوجه انه يكون فيه لاعبين محور طبعا حسب رؤيه مدرب الفريق، اذا استمرت هذه الرؤيه، إذا ما غير رأيه، ولا إذا غير رأيه هل الوقت يكفي إنه أنت تحقق مثلاً ما يريد؟ هرماش باقي. إيه نعم، هرماش يعني لاعب كبير ولاعب مهم جداً، ليس من السهل أن تفرط فيه، وعندك لاعبين قد يؤدون مع قليل من العمل التنظيمي في الدفاع والجهد اللي يبذل المدرب، لأن في القضية ليست قضية أفراد، ممكن يكون عندك أفضل الأفراد في العالم لكنك ما تفوز. طيب. وتحتاج إلى أن يكون لديك تكتيك معين وطريقة لعب وتنظيم معين ودور للمدرب الفريق. إذا لم يوجد هذا الدور، حتى لو أحضرت كل المدافعين لن يكون لهم. طيب يعني كولومبي القيمة. ومغربي في الوسط. أي نعم. والكوري باقي. والكوري والمين. وسلي. إيه. ما حد غير واحد. لا هذا حتى الآن هذا هو. إذا في جديد أكيد أكيد سيعلن في حينه. لا وين وسلي؟ أكيد فراغ يترك ما قال. إيه. والله شوف يعني أنت عندك مدافعين سعوديين وبالإمكان يعني حيحلوا مشكلة الظهر بالمحورين، بس ما في أنت لما تقوي الوسط حتشيل حمل كبير عن الحين الكوري والبرازيلي باقين ولا في شيء ممكن يصير؟ والله عشان تحضر جمهوري. لا 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 لا, لا ما في كل شيء وارد، ما أعتقد أنه باقي. لا ما يعني ما في أصلا وقت، ولا يمكن تغير لاعبين، يعني زي اللاعب الكوري من هو أفضل مهاجم تقريبا في الفريق ولا محليين الفترة الحالية. احب نروح المحلي، بس خلينا بس اول شيء نخلص على جانب. يعني انتم بقيتوا على الاربعه، خلاص هذول الاربعه. والله شوف انا حسب معلوماتي، عشان ما اعطي معلومات خطا، حسب معلوماتي حتى هذه اللحظه انه الاربعه هم الموجودين. ترك السهر يتكلم في 2011 في تاريخ في شهر سبتمبر وطلعنا الماده. ترى بعد اسبوع بنطلع ماده مشكله. انا اقول حتى الان هذه معلوماتي. اذا في شيء جديد ممكن بكره بعد بكره، هذا اكيد انه شيء ثاني. بس تقول ما في وقت. أنا أقول لك يعني لو في رغبة في أي تحرك، أنا ما أعتقد إنه يعني أنا أشوف إنه كأنه فيه غضب على اللاعبين، بالرغم إن اللاعبين على مستوى الدوري يعني من أفضل اللاعبين في الدوري السعودي، لكن المشكلة وش هي؟ يعني في بعض الأحيان تكون يمكن تحتاج 6 مراكز، إن جبت مدافع نقص عليك المحور، إن جبت محور نقص عليك رقم 8، إن جبت رقم 8 نقص عليك المهاجم، إن جبت مهاجم نقص عليك الظهير، فمشكلة كبيرة. يجب أن يعني تنسق وتوفق من رقم ثمانية.
يعني اللاعب رقم 8 اللي في مركز رقم 8 اللي هو اللاعب اللي وصل. توقعت عندكم واحد مركزين عليه ومسمين رقم 8 ولا شيء. وراح من قال رقم 8 على مستوى المحليين سمعنا عن عبد الله الحافظ وفي تحركات ايضا غير عبد الله الحافظ. والله شوف المحليين ما عندي اي معلومه انا وانا والله صادق يعني ما في اي شيء. عبد الله الحافظ عشان اكون صادق معك يعني في بدايه الموسم يعني كان فيه نوع من السؤال فاتضح ان الولد عنده رغبه في الاستمرار في البرتغال وما عنده رغبه يعني يرجع السعوديه يرجع. حتى والده يعني قال انه اني انا بلغت الولد انه اذا انت بترجع ليش تروح اصلا؟ يفترض انك تستمر في تجربتك الاحترافيه يا سلام. وابوه قال كذا حق هذا والده اذا يعني. انك رحت ايش تبي اذا بترجع ليش؟ اي نعم اذا بترجع ليش رحت انت؟ بترجع قبل ما تحقق اهدافك قبل ما تحقق الخطوه اللي انت رايح لها. فهذا التوجه اذا في شيء جديد الفتره الحاليه ما عندي والله علم. طيب عموما احنا بناخذ الكلام اللي قال ابو يزيد وفي الفاصل بنحاول نعرف اذا في شيء جديد. بس بحسب مدير المركز الاعلامي بنادي الهلال عشان ورطه الى هاليوم هم اربع محترفين الكوري ووسلي وهرماش ويوبيونغ. هو الكوري والكولومبي الكولومبي واضح انه هذول خلاص انتهوا الاداره الهلاليه. اذا في شيء معناته ابو يزيد ما يدري، واذا ابو يزيد ما يدري حنتفاهم احنا معه بعدين. خلينا نشوف صحافه الخليج ايش كتبت اليوم. في جولة سريعة على بعض الصحف الخليجية الصادرة صباح اليوم الخميس 17 يناير 2013 تم اختيار أبرز العناوين الرياضية المتعلقة ببطولة كأس الخليج 21 في البحرين، حيث كتبت صحيفة البيان الإماراتية: مهدي علي يجهز مفاجأة لحكيم شاكر في النهائي، المهندس يضع خريطة طريق لاصطياد أسود الرافدين. بينما عنونت صحيفة الوسط البحرينية: عيسى بن راشد شبعنا من كلمة هاردلك، علينا أن نتعلم من الإمارات بناء منتخب المستقبل، مهاجمون أضاعوا المنتخب في خليج 21. فيما جاء عنوان صحيفة القبس الكويتية: بعد خروج الأزرق من الدور نصف النهائي لكأس الخليج، الفشل يحتم المراجعة والتغيير. أما صحيفة الشرق القطرية فقد كان عنوانها: حمى النهائي تمطر طائرات في الإمارات. وأخيرا جاء عنوان صحيفة عمان العمانية: الجماهير تحمل لوغوين واتحاد الكرة مسؤولية الفشل. خلينا نشوف مقالنا اللي اخترناه اليوم. في فقرة مقال الخليج اخترنا لكم في هذه الحلقة مقال الأستاذ صادق بدر الكاتب في صحيفة الوطن الكويتية، والذي جاء بعنوان: المدرب الوطني مظلوم. حيث بدأ الكاتب المقال بقوله: المدرب الوطني ظلم كثيرا في دورات الخليج رغم استحقاقه ونجاحه في تحقيق الإنجاز في البطولات الخليجية وغيرها من الدورات، فيما تتوالى الإخفاقات من المدرب الأجنبي صاحب العيون الملونة بألوان قوس قزح، وفشل العديد من المدربين الأجانب مع الفرق والمنتخبات التي يقودونها، إلا أنه ما زالت بعض الدول الخليجية والعربية تفضله على المدرب الوطني الذي نجح وأثبت علو كعبه. ونحن نعيش مثالا حيا هنا في خليج البحرين 21، فدول الخليج تملك نموذجا مشرفا وكوادر فنية ناجحة من المدربين الوطنيين، وهؤلاء المدربون يمتازون بمستويات عالية وبإمكانهم تحقيق إنجازات كروية أفضل بكثير من الخواجة الذي يتقاضى أعلى الأجور دون تحقيق أي إنجاز يذكر للمنتخبات الخليجية التي دفعت الآلاف. ويواصل الكاتب حديثه فيقول: أثبت المدرب الوطني الخليجي جدارته وكفاءته ونجح في هزيمة المدرب الأجنبي، ولعلنا نورد هنا بعض الأمثلة. فقد تفوق المدرب المهندس الرائع مهدي علي في قيادة منتخب بلده الإمارات باقتدار إلى المباراة النهائية في خليج 21 دون خسارة، ونجح في بناء فريق متجانس يعرف طريق الفوز،
وكذلك المدرب العراقي حكيم شاكر الذي قدم منتخبا مميزا، ونجح مع الإماراتي مهدي علي أن تبقى المباراة النهائية بنكهة وبصمة المدرب الخليجي الوطني. وهناك نماذج وطنية سابقة حققت كأس الخليج مع منتخباتها وأثبتت نجاحها، على سبيل المثال المدرب الوطني صالح زكريا مع الأزرق في الدورة الثامنة، والعراقي المرحوم عمو بابا الذي حقق اللقب 3 مرات، ومن السعودية الخراشي والجوهر. ويختتم الكاتب مقاله فيقول: هذه أمثلة ونماذج من المدرب الوطني الذي حقق لبلده وتفوق على المدرب الأجنبي صاحب العيون الملونة الذي يحصد الآلاف بل قد تصل إلى الملايين رغم إخفاقاته وفشله، فيما تظل الكفاءات الوطنية منسية ومظلومة رغم نجاحها وإنجازاتها. طبعا هذا صحافة الخليج، بكرة مباراة المنتخب الإماراتي والمنتخب العراقي النهائي الخليجي بين شباب الإمارات وشباب العراق الجيل الجديد والمدربين الوطنيين، كل شيء في المباراة يفتح النفس، جيل جديد ومدرب وطني. خلينا نشوف تقرير المباراة. بطموح القبض على الذهب تتصارع طموحات منتخب الأحلام وأسود الرافدين على الوصول مبكرا إلى منصة التتويج. الإمارات والعراق موقع لا تقبل غير الفوز حلا، حيث يطمح الطرفان لوضع نهاية سعيدة لمشوارهما في البطولة تحت إشراف مدربين وطنيين. فعلى صعيد الإمارات وصل الأبيض إلى المواجهة النهائية بعد أن حصد العلامة الكاملة في جميع المباريات التي خاضها بقيادة مديره الفني مهدي علي الذي خطف الأضواء بمجموعته الشابة. أسماء مميزة يضمها الإمارات مثل عمر عبد الرحمن وأحمد خليل وغيرهم من بقية زملائهم الذين قدموا دروسا ممتعة وأداء رفيع المستوى حتى آخر مباراة خاضها أمام الكويت في النصف النهائي. وفي الطرف الآخر يقف العراقي حكيم شاكر على مشارف النجاح في المهمة الطارئة بعد أن استلم زمام الأمور الفنية عقب البرازيل المستقيل زيكو. ولا تقل الأسماء الشابة التي يضمها المنتخب العراقي أهمية، حيث تشكل مزيجا بين الخبرة والشباب، مما ساهم في عمل نوع من التوازن أثمر عن الوصول مع البحرين إلى ركلات الترجيح، ليأتي دور الخبرة في إقصاء صاحب الأرض والجمهور بعد أن تصدى نور صبري الحارس العراقي للترجيحية البحرينية الأخيرة ونفذ آخر ركلات منتخب بلاده بنجاح. إذن موقع ينتظر أن تحمل الكثير في طياتها لتحديد هوية بطل دورة الخليج 21، فلمن تبتسم منصة الذهب. لبرنامج كورة حسن الجهني. الإمارات والعراق تركي، طبعا مباراة تجمع أفضل فريقين في البطولة. الإمارات الحقيقة عندها فريق متعوب عليه، مشتغلين عليه بفترة طويلة، البلد كلها خلف هذا الفريق. أنا كنت قبل أيام في أبوظبي وشفت كيف العالم والشعب هناك يقف بشكل غير عادي خلف هذا الفريق، ويمثلهم قيمة كبرى الحقيقة. العراق فريق متمرس ولديه وجوه ممكن أن تحسم المباراة. أنا وجهة نظري أنها تكون مباراة صعبة على الفريقين، ولا يمكن التكهن بين يفوز الإمارات أو العراق. الإمارات عندهم لاعبين مهرة في نص الملعب، وهم يتميزون باللعب الجماعي أكثر. الفريق العراقي فريق صعب بالمراس دفاعيا، طوال القامة وصلبين في الدفاع ويتكتلون بشكل جيد، ولديهم من خلفهم حارس خبير. أعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية على الفريقين. تبغى العراق ولا الإمارات يا أخي؟ أنا شخصيا أتمنى الإمارات يعني من كل قلبي. أولا لأصدقائي وأحبائي في الإمارات اللي كنت معهم قبل فترة، وأيضا يعني فريق بشكل أو بآخر يشبهنا في بعض التفاصيل، يعني في لعيبته في 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 أجواء، وفريق ممتع الحقيقة ومتعوب عليه وخلفه دعم كبير جدا. هذا لا يعني أني أنا يعني لا أتمنى العراق كل خير، لكن إن سألتني عن ميولي وعن قلبي أنا كورة، حنتكلم الإمارات. كورة أي طبعا، فالإمارات أنا إماراتي بكرة. أبو يزيد، الإمارات والعراق،
الحقيقة يعني دائما مباريات الكؤوس تختلف عن المباريات العادية، وبالتالي لا تتوقع أنه نفس اللي يحصل في مباريات الدورة حيكون في مباراة نهائي. المباراة بين مدرستين مختلفتين، فريق دفاعي فريق مقاتل يجيد المنطقة إغلاق المنطقة الخلفية بشكل جيد، يجيد استثمار الكرة المرتدة، يجيد استثمار الكرات الثابتة، لديه مدرب يعني يقرأ المباراة بشكل صحيح ويلعب بأسلوب الحقيقة يعني أكثر من ممتاز من الناحية الدفاعية. فريق منظم دفاعيا، من الصعب جدا الوصول لمرمى يعني في في في, في كل المباريات شاهدنا انه فريق ليس من السهل دخول منطقته المباراه والتسجيل في مرمى، وهذا يتعب اي فريق. يعني دائما لما يكون فيه يعني الفريق الدفاعي المتميز بشكل عالي والفريق الهجومي المتميز بشكل عالي يتفوق الدفاعي. يمكن هذه شفناها في نهائي كاس اوروبا بين انتر ميلان وبرشلونه، انه الانتر بمورينهو فاز على برشلونه بالرغم انه برشلونه ما في مقارنه يعني كمستوى. انتر ومورينهو والحكم يعني عشان بس ما نخسر بعض هنا في برشلونه، احنا شفنا مباراه الذهاب واللي صار. اوكي نمشي كمل ابو يزيد كمل. لا ابعد عن برشلونه داخل الملعب. اي نعم. فانا اتصور ان المنتخب الاماراتي يعني فريق جدا ممتاز، فريق يقدم كرة قدم جماعية، كرة سهلة، كرة يمكن النجم فيها هو الأسلوب اللاعب وليس اللاعبين. يمكن لو عديت اللاعبين اللي في الفريق كنجوم لا تجد يمكن لاعب، وقد تضيف اللاعب آخر، لكن عمر عبد الرحمن يمكن يكون الأبرز. البقية لاعبين مستوياتهم جيدة جدا لكنهم ليسوا نجوم، لاعبين يخدمون الفريق، موظفين بشكل جيد، يؤدون بأسلوب ممتاز. أنا أشوف أنه مدرب الفريق يمكن هو من يقف خلف هذا المستوى المتميز. مهما تغيرت العناصر الأسلوب ثابت، طريقة اللعب ثابتة. التركيبة في منتخب الإمارات يعني ما ودنا احنا نشبه تشبيه وبعدين نقولون احنا قاعدين نخدر المنتخب الإماراتي، لكن تشبيها أو نظرتك مشابهة لبرشلونة، الأداء، اللعب، الطريقة، اللمسة الواحدة، التحرك طبعا اللي قاعد يصير في الوسط والهجوم. شوف اللعب المفتوح هو نفس الأسلوب، لعب مفتوح جماعي، كرة سهلة، انتشار جيد، ضغط على الخصم، استرجاع الكرة بسرعة، لعب في ملعب الخصم. يمكن هذا الأسلوب يعني لعب فيه الإمارات. شفنا الهلال العام الماضي لما فاز بكأس ولي العهد وكان يقدم نفس كرة القدم اللي يقدمها المنتخب الإماراتي، معتمدة على 5 لاعبين في الوسط الصغار في السن، الصغار راحوا المدرب. اي نعم. وكان الفريق يؤدي بنفس تقريبا الطريقة، يخلق هجمات، يبني هجمات بشكل جيد، يتبادل الكرة. الإمارات ولا العراق اللي كنت؟ السؤال الحقيقة يعني أنا استمتع بالفريقين، لكن بالتأكيد أن الإمارات أقرب لنا من جميع النواحي، يعني قرب جغرافي وقرب عادات وتقاليد، قرب تواصل، كل هذه الأمور. لكنه الفريقين الحقيقة يستحقون الكأس، ونتمنى إن شاء الله أنه إذا فاز فيه شباب الإمارات بالتأكيد نحن يعني نسعد لفريق شاب وفريق يستحق أن يكون إن شاء الله بداية من هذه البطولة. ولو فاز فيها الفريق العراقي، الفريق العراقي أيضا كشعب عراقي يستحق أن يعني يفرح ويستحق أن يعني ينسى الأحزان اللي صارت والأهوال اللي مرت فيها البلد. مثل هذه البطولة ستكون صحيح تأثيراتها الإيجابية على العراق أكثر منها على الإمارات. طيب إحنا نشكر خليل جلال، يعني هو الممثل الوحيد لنا الآن في المحافل الدولية في المباريات اللي زي هذه، يعني نقلنا واحد سعودي على الأقل موجود. وشكرا خليل جلال، شكرا لوجودك في مثل هالأماكن، يعني على الأقل السعودية ما تغيب عن المحافل المهمة. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. التغييرات الفنية تعيد ترتيب أوراق الهلال بعد التوقف رغم الأزمات. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. تركي السريع عبد الكريم الجسر ومضيفة حلقة الليلة 3 و4 بين البحرين والكويت. نتابع التقرير. غدا على الاستاد الوطني بالبحرين يلتقي منتخبا البحرين والكويت لتحديد صاحب المركز الثالث في خليج 21. البحرين صاحب الأرض والجمهور خرج من الدوري نصف النهائي بعد خسارته أمام العراق بركلات الترجيح، عقب أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل بهدف لكلا الفريقين. الجدير بالذكر أن البحرين احتضنت البطولة 4 مرات ولم تذق طعم التتويج،
أما أبناء الكويت أصحاب اليد الطولة في هذه البطولة لم تجري الأمور هذه المرة كما يريدون، وفقدوا اللقب الذي حصلوا عليه في اليمن في البطولة الماضية بعد أن تمكن المنتخب الإماراتي الشاب الفوز عليهم في الدور نصف النهائي بهدف دون مقابل. فهل يتمكن المنتخب البحريني من الحصول على المركز الثالث من أمام خصم شرس ومتمكن في بطولات الخليج، أم أن لأبناء الكويت كلمة أخرى؟ لبرنامج كورة، حسن الجهني. طيب، البحرين ما قد حققت هالبطولة ولا مرة، لا على أرضها ولا برا أرضها، أربع مرات البطولة الخليجية عندها وما تحققها. المنتخب الكويتي اللي هو طبعا كان المتلازمة مع بطولة الخليج تحديدا في البحرين لأول مرة يفقد اللقب. البحرين الأمانة بذلت جهد كبير في البطولة، وكالديرون اشتغل شغل فني على أعلى مستوى، ربما كان ينقص الفريق يعني حدا فيه من طراز رفيع حتى له الهجمة. كان الفريق سهل جدا يصل مرمى المنافس بكل سهولة، كان هناك دعم جماهيري ودعم من أعلى سلطة في البحرين. أنا شخصيا كنت متعاطف مع البحرين، كنت أتمنى أن أشوفه في النهائي حتى يكون هناك نهائي حلو من حقيقة يعني جماهيريا على الأقل. وأخوانا في البحرين يستحقون حقيقة أنهم في البطولة هذه يصلون النهائي، لكن يعني كانت ضربات ترجيح وما كان الحظ معهم. بطولة دائما المركز الثالث والرابع يعني يسبق المباراة النهائية، فالوهج يخفت كثير، لكن نتمنى للبحرين أيضا أن تحصل على شيء في هذه البطولة. ويزين، والله شوف يمكن يكون الحافز عند البحرين أكبر من الكويت. الكويت بالتأكيد أنه جاله يعني إحباط كبير بعد الخروج وعدم التأهل للمباراة النهائية، وفي حين أنه المنتخب البحريني لا زال بدعم جماهيره وبالحماس وبالرغبة في تحقيق شيء في هذه البطولة، قد يكون الحقيقة يواجه صعوبة في القدرة على التسجيل، وهذه إشكالية كبيرة، في حين المنتخب الكويتي أيضا أقدر على التسجيل وأقدر على استثمار الفرص. طيب، من الصعب يعني مثل هذه المباريات قد يكون الأمور النفسية فيها عامل لا يعطيك التوقع الصحيح لما ستكون عليه، لكن بالتأكيد أنه مركز ثالث يعني ليس طموح أي منتخب. طيب، خلينا نشوف بطاقة لمباريات الغد. يتحدد غدا الجمعة صاحب المركز الثالث لبطولة كأس الخليج من خلال المواجهة التي تجمع البحرين والكويت عند الساعة 3:30 عصرا على ملعب استاد مدينة خليفة، وستنقل المواجهة على شاشة السعودية الرياضية الأولى. وتختتم البطولة بلقاء القمة الخليجية بين الإمارات والعراق عند الساعة 7 مساء على ملعب استاد البحرين الوطني، وستنقل المباراة على شاشة السعودية الرياضية الأولى. شوف تقرير يتحدث عن الحضور الجماهيري في البطولة. الجماهير نكهة كرة القدم الحقيقية، والجمال الطبيعي لملاعب الكرة، والوقود الحقيقي للاعبين، والهدف الأول لكبار المخرجين. بطولة كأس الخليج 21 لكرة القدم عكست كل التوقعات وأبهرت المتابعين، فرغم توقيت البطولة الذي يتزامن مع فترة اختبارات ونهاية فصل دراسي، إلا أن الحضور الجماهيري في هذه البطولة أضفى جمالاً ورونقاً خاصاً لمبارياتها. أهازيج الفرح وآهات الترح امتزجت سوياً في البحرين لتخرج لنا مشهداً خليجياً خالصاً كان محط أنظار وإعجاب الجميع. مشجعون تغنوا بمنتخباتهم، وآخرون نعوا فرقهم، ولكن الأكيد أننا استمتعنا بنكهة خاصة
لا تقل لذة عن الحلوى البحرينية. بدر الفايز، كورة. حضور جماهيري كيف شايفه؟ حضور جماهيري كبير يعكس أنه بطولة الخليج بطولة مهمة وبطولة مثيرة على كافة الأصعدة، سواء فنياً جماهيرياً إعلامياً، ويخلينا نعيد التفكير في التعامل مع هذه البطولة. إحنا كسعوديين ترى نتعامل معها، نبيها وما نبيها، نشارك وإحنا مستحين، وإذا طلعنا زعلنا غير واضحين إحنا في التعامل مع هذه البطولة. هذه البطولة أثبتت الحقيقة أنها بطولة مهمة للغاية، بطولة مؤثرة جدا على المستوى الجماهيري، بطولة تحظى بمتابعة جماهيرية غير عادية. يعني شعوب الخليج ترى شعوب تشكل نسبة عالية جدا من 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 الوطن العربي، وبالتالي من الظلم أن تستهين بهذه البطولة وأن تحمشها وأن تقول أنها بطولة لا يمكن التعامل معها جماهيريا على الأقل. هي بطولة مهمة لتحسين الأوضاع الفنية، هي بطولة لمصالحة الجماهير، بطولة أيضا لحشد ورفع الحالة المعنوية للمواطنين في أي حالة من الحالات. هي بطولة تعطي دلالات كبيرة جدا، تماسك الوطني، الإعلام الرياضي، أشياء كثيرة جدا. هذه البطولة احنا كسعوديين ودري نشوف كيف شاركنا احنا قبل البطولة باسبوع، جمعنا اللعيبة ريكارد في الخبر ومشينا، يعني ما احنا عارفين كيف نتعامل مع هذه البطولة لحد الأسف. وهذا يعكس لماذا لم نحققها ثلاث مرات في 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 21 مرة. علينا احنا كسعوديين علينا نعيد النظر في التعامل مع هذه البطولة. هذه بطولة مهمة، وحتى لو حققنا كأس العالم تظل بطولة الخليج بطولة مهمة مؤثرة جماهيريا وإعلاميا وفنيا، ولها طابع خاص لا يمكن أن تجد في أي بطولة أخرى. أبو يزيد، الحقيقة الحضور الجماهيري أكثر من ممتاز، ويمكن الجمهور السعودي الحقيقة يستحق الشكر والتقدير على جهوده وعلى حضوره وعلى تواجده، وأكد أنه في كل الأحوال مع المنتخب السعودي مهما كانت يعني نتائج المنتخب، وهذا شيء الحقيقة مطمئن وبشر بالخير أنه جمهورنا لا زال يعني ملتصق بالفريق وليس له علاقة في النتائج. شفنا إلى المباراة الأخيرة كان في حضور على أعلى مستوى، وهذا يعني شيء يشكرون عليه، ونتمنى إن شاء الله أن المنتخب يوفق في الدورات القادمة أنه يعني يحقق طموحاتهم. بالتأكيد البطولة لا تضيف فنيا لكنها مهمة جدا، ومهم الفوز فيها، طالما شاركت يجب أن تفوز، حتى لو لعبت في تمرين يجب أن تفوز، وهذه العقلية هي ما يجب أن تصير عليها في كل مشاركاتنا أيا كانت. بطولة الخليج بطولة يعني تستعصي على المنتخب السعودي وهو في أفضل حالاته، في أسوأ حالاته نفس المشكلة. في البطولة الماضية شاركنا بالصف الثاني وصلنا المباراة النهائية وخسرنا بضربات الترجيح بهدف المباراة اللي قبلها، يمكن كان ضربة مع عمان. على أي حال، هو الشيء اللي أتمنى أنه ما يكون تأثير سلبي لهذه البطولة، أن نعتبرها انتهت ومرحلة عدت، وخسرنا واحدة من ضمن عشرات المرات اللي خسرناها ليست مشكلة، لكن المهم هو التخطيط للمرحلة القادمة، تلافي السلبيات، يعني وضع قدم حقيقية على الطريق الصحيح حتى نطمئن أنه احنا يعني نسير في الطريق الصحيح. شفنا المنتخب الإماراتي لم يتحدث عن المنتخب الأول، بنى منتخب من الفئات السنية 16 سنة 18 سنة 21 سنة ثم وصل للمنتخب الأول بغض النظر عن نتائج المنتخب الأول. هذا الشيء اللي احنا نتمنى أن يكون موجود في الكرة السعودية. المنتخب الأول مهما حاولت ومهما عملت يعني لن يفيد، تحضر مدرب، تغير مدرب، تجيب مدرب، تجيب لاعب. إذن المهم أنك تخطط للأربع سنوات القادمة، تبدأ من العناصر الشابة، تبدأ من عناصر جديدة، اختيار مدربين على مستوى عالي من الكفاءة، مشاركة في دورات، تنظيم بطولات دولية، إعداد اللاعبين. يعني المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري أيضا على مستوى الفئات السنية يلعبون في أوروبا في دورات دولية وفي فترة الصيف ويشاركون. يعني يمكن البطولة اللي راحت كان في نفس وقت البطولة اللي كانت تلعب في اليمن، كان المنتخب القطري على سبيل المثال منظم بطولة دولية في قطر فيها منتخبات وأندية دولية. هذا الشيء احنا نتمنى من اتحاد كرة القدم. المنتخب الأول قد يكون يعني ما في عباية على ما قالوا. طيب خلينا نشوف تقرير يتحدث عن فريق الهلال اللي ما رضى يتكلم عنه أبو يزيد شوي. شوف مع تركي السهلي يمكن يقول لنا شيء ما قالنا اياه أبو يزيد. نشوف التقرير. يعود الهلال لمنافسات دوري زين السعودي بعد فترة التوقف بشكل وخيارات جديدة، منها ما هو إجباري وأخرى عكس ذلك.
فالسنغالي عبد القادر مانغان أعير رسميا لنادي ساندرلاند الإنجليزي حتى نهاية الموسم بعد أن كان مدرب الفريق كومبواري متمسكا به ويراهن عليه كثيرا، إلا أن مبلغ الصفقة أغرى إدارة النادي لاتخاذ هذا القرار، وخصوصا بعد إقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم أحقية كل نادي في تسجيل 6 محترفين أجانب. تحرك آخر تقوده الإدارة الهلالية حسب ما يتردد في الأوساط الرياضية للظفر بخدمات اللاعب السعودي المحترف في البرتغال عبد الله الحافظ لتعويض رحيل مانغان حارس المرمى الموهوب خالد شراحيلي الذي نجح في تقديم مستويات مميزة. صعق الأوساط الزرقاء بأنباء قضية المنشطات، وحسب ما تشير الأنباء بعد تمسك اللاعب بحقه بطلب تأجيل جلسة الاستماع في لجنة المنشطات حسب اللوائح، وهناك تأكيدات أخرى بأنه لن يسلم وسيطالب بفحص العينة به، مما ينبئ باستمرار فصول القضية. وفي نهاية المطاف تعمل إدارة الهلال على قيادة الدفة دون النظر لما قد يعيق مسيرة الفريق. تركي ايش رايك؟ رايي انه الهلال الفريق دائم يشتغل، دائم يعمل يعني في كل مرحله وفي كل وقت، وهذا يعني صفه ممتازه في الهلال. فريق لا يشتكي، يعني كان مانغان مؤدي كويس خصوصا في المباريات الاخيره، ومع ذلك وجد الفريق انه في حاجه الى صانع العاب الكولومبي محور. اي نعم. بالتالي يعني هو فريق دائم، يعني اكثر ما يعجبك ايضا عمليه المحاوره اللي دائم يمارسها الامير عبد الرحمن بن سعد عبر تويتر مع الجماهير الهلاليه، والمكاشفه اللي تتم حول وضع الفريق وابرز العناصر وماذا حدث مع المدرب وما والتفاصيل كلها. جيد ان الهلال يعني يضيف بعض العناصر مع ان الدوري محسوم للهلال، اظن انه محسوم للهلال. اظن والفتح فريق صعب، الفتح ومباريات الجايه ما فيها لعب الفتح لان يعلم هذا الشيء، لكن انا اظن انه الهلال هو بطل الدوري لهذا الموسم. بس انت حطم الفتح، يعني انا لو مشجع الفتح قاعد تحطمني انت، يعني انا ما حطم تقول لي الدوري محسوم، بعد انت واحد من النوع اللي لا قلت شيء ترى هنا ممكن يصير توك متكلم عن ريكارد لو سمحت لا تحطم الفتح. انا ما اطم الفتح يعني كلنا يعني كمحايدين فخورين بان الفتح يقدم هذه المباريات الكبيره، وانه يعني ينافس، هو منافس حقيقي على بطل الدوري، وحقيقه يعني وهزم الهلال في المباراتين في الدوري. لكن اظن انه خبره الهلال، العمل الهلالي اللي يقوم فيه في هذه الفتره، اظن ان الدوري محسوم للهلال، خصوصا انه في فارق نقطي ايضا بعيد عن بعض الفرق. بنذكرك نهايه الموسم شوف، بنطلع لك مقطع فيديو، ان كان صح نقول صح، وإذا كان غلط نقول غلط. فاصل، بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. محمد الغامدي في مقال حصري لكورة، في كل مرة نسمع أسطوانة مشروخة على أنغام سعودي ستايل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. تركي السيد عبد الكريم الجاسر مضيف حلقة الليلة، نشوف بين قوسين فقرتنا اليومية. تحت عنوان سعودي ستايل يخط محمد الغامدي مقاله الحصري لبرنامج كورة، وجاء فيه: في 18 من سبتمبر 2012 وعلى طاولة الإعلام الرياضي وتحديدا قناة روتانا خليجية وبرنامج كورة، حضر الرئيس العام لرعاية الشباب لطرح كل ما يهم الشارع الرياضي والشبابي، ويومها وعد بتحسين بيئة الملاعب على الواقع وتحديدا بعد شهر ونصف. الزميل تركي العجمة كان كريما جدا ومدد المهلة لشهرين، فيرفض سمو الأمير نواف وبإصرار، ومرت 4 أشهر حتى الآن وكل عام وأنتم بخير. المشكلة ليست في التفاصيل، ولا يهم لماذا تأخر المقاول وهل العوائق مالية أم إجرائية، ولن نبحث عن كبش فداء، فلو فعلنا لكان الضحية موظفا صغير يتحمل تبعات كل شيء. المشكلة الأساسية أننا نبتعد عن لب المشكلة ونتحدث عن القشور ونستمر في العمل الخاطئ وبالتالي الفشل الدائم. ويضيف الكاتب: بيئة الملاعب مجرد مثال يتكرر، وذلك الوعد هو نموذج لن يتوقف،
وجزء من المشكلة، لأننا لازلنا نطلق تلك الخطط الاستراتيجية في خدمة الشباب وتطوير كرة القدم وبقية الألعاب، رغم أننا نفشل في أبسط المهمات. نفعل ذلك بمزيد من التفاؤل وللأسف دون مقومات. المسألة أكبر من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، نحتاج لحل جذري ومشروع وطني تحدد فيه الدولة هدفها من الرياضة ثم تقرر بكم، وتوفر الموازنة ويتحمل المسؤولية عندها من يملك القدرة والصلاحية، والأهم هو الدعم. وإلى ذلك الحين فريكارد مثل بوسيرو والجوهر والمسحل والمعجل إخوان، والمستقبل يشبه الماضي ولن يختلف عن وضعنا الآن. ويختتم الكاتب مقاله بقوله: الشارع الرياضي والمجتمع يلوم القيادة الرياضية ويحملها المسؤولية، مجلس الشورى يطرح التساؤلات ويطالب بإجابات مقنعة وخطة عمل، الرئاسة العامة تدافع عن الماضي وتتحرك نحو المستقبل بنفس الطريقة وبتغير طفيف، وترمي بكامل الملامة على الميزانية المرصودة. دوامة واسطوانة مشروخة نسمعها كل مرة على أنغام سعودي ستايل. طيب نشوف على وين صحافة الصباح. في صحيفة الوطن: نواف بن فيصل عقد ريكارد وقع بموافقة الجهات العليا. والأهلي ينفق 64 مليون ريال للمدافعين. والشهيل يشكو الشباب للاحترام. في الرياض: الصحف العالمية، السعوديون طردوا ريكارد. وفي المدينة: الجماهير قرروا إقالة ريكارد، تأخر كثيرا. وشرحيلي أمام لجنة المنشطات وترقب هلالي للقرار. في صحيفة الرياضة السعودية: نجوم الاتحاد يهددون الفائز بسبب تصريح. وعامل يدرب فريق سعود. الجريني: أمامنا 3 أسابيع لتعديل حال الأخطر. منتخبنا يتقدم 8 مراكز حسب تصنيف الفيفا. والشباب يتفق مع مدافع أونسا. نشوف ضيوف حلقة الغد. تركي الخلاوي مدير قناة لاين سبورت الرياضية، ومساعد العصيبي مدير تحرير الشؤون الرياضية بصحيفة الشرق الأوسط. تركي شكرا جزيلا لك. أشكرك تركي جدا على هذه الاستضافة، فاجأتني ببداية البرنامج بهذه المواجهة الجميلة، وهذا الحقيقة أنا أشكرك على أنك أنصفت الرأي، وهذا دليل على المهنية العالية اللي تتمتع فيها تركي، وهذا دليل المهنية ودليل مهنية البرنامج. وأنا سعيد جدا يعني أظهر من خلال هذا البرنامج ويتكرر ظهوري من خلال هذا البرنامج. شكرا. سعيد أيضا بوجودي مع قامة صحفية كبيرة مثل الأستاذ عبد الكريم الجاسر. ما عليك. ونتمنى إن شاء الله أن نكون ونضيف دائما الشيء المفيد. شكرا. شكرا أبو يزيد. شكرا. الله يسلمك تركي، وشكر لك وشكر زميل تركي والسادة المشاهدين. وعدنا غدر 11:30 في أمان الله.